أما بعد عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض آيات من سورة الزخرف، ذكر فيها المولى سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة وما هم فيه من السرور والحبور، ثم تكلم بعد ذلك عن أهل النار. وهكذا القرآن، لهذا سماه المولى تبارك وتعالى مثاني. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والمثاني من معانيها أنه إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر المنعمين ذكر المعذبين. فبعد أن تكلم عن أهل الجنة قال سبحانه: إن الذين أجرموا، أو إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، أي لا يخفف عنهم العذاب. وإن كانوا يدعون الله بالتخفيف، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فانظر أيها المسلم إلى ما بلغ هؤلاء الكافرين والمشركين من العذاب، أنهم لم يطلبوا الخروج من النار، إنما قالوا ادعوا ربكم، لأنهم لا يستطيعون الدعاء، فلم تكن لهم مع الله صلة في الدنيا، فهم في هذا الحياء والندم يقول لخزنة جهنم ادعوا ربكم. لماذا؟ يخفف، ما قالوا يوقف العذاب، يخفف فقط، يخفف عنا كم يوما، واحد بس، يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمجرم في عذاب جهنم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، مع أنهم كانوا في الدنيا رافعي رؤوسهم استكبارا وعنادا وطغيانا وتكبرا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فإن اليوم
فإني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالمجرمون قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، يعني الآن بدينا نشوف الحق، أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. دارين يرجعوا تاني، قالوا أبصرنا وسمعنا. والسماع المقصود مو سماع الأذان، السماع المقصود سماع الإجابة، إنما يستجيب الذين يسمعون. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. دل ما معنى الناس اللي ما بيسمعوا يعني أذانهم ما بتسمع وعينهم ما بتشوف، لا، المقصود العين اللي ما بتشوف الحق والأذان اللي ما بتسمع الحق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالمجرمون في عذاب جهنم خالدون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل حاجة مكتوبة، الكتاب ده بتاع الحسنات والسيئات موجود حاضر، ولا يظلم ربك أحدا، كل حاجة مكتوبة. وجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اللي بتعملوا أنت مكتوب. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إلى أن قال سبحانه وترى المجرمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هذا في سورة إبراهيم. وترى المجرمين لما رأوا العذاب، لما يشوفوا جهنم ربنا سبحانه وتعالى يعرض لهم قدامهم هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. مرة في جهنم النار، ومرة في الحميم الموية الحارة، مرة هنا ومرة هنا، يطوفون بينها وبين حميم آن. وترى المجرمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ممكن نرجع ثاني، ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. الإجابة اخسأوا فيها ولا تكلمون. قبلكم ما في مخرج منها. ليه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. في الدنيا مبسوطين يضحكوا من المؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. المؤمن قاعد في أريكة ومرتاح يعاين لعذاب الكفار، وده من نعيم أهل الجنة كون نشوف الكافر. الكافر يأذيه في الدنيا بالقول ويأذيه بالفعل ويأذيه بأنواع الأذى، يشوف جوا جهنم هل ثوب الكفار أدوهم ثواب ما كانوا يعملون.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إذن نرجع إلى قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. ما في تخفيف. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما تشهد عليهم جلودهم وألسنتهم وأيديهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو بكل شيء عليم في العذاب، والعذاب مستمر لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لماذا آيسون؟ ما في طريقة مرقة ثانية. وهم فيه مبلسون. بعدها ربنا قال: وما ظلمناهم. ربنا ما ظلم أحد. اللي دخل جهنم ربنا ما ظلمه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ظلموا أنفسهم بثلاث أنواع من الظلم، ممكن يجتمعا في واحد وممكن يتفرقا. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسول الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لما تكلم الله عن عذابهم قال: سرابيلهم من قطران. اللي بيلبسوها الهدوم اللي بتوقي الإنسان وتبعد من الشر. قال: سرابيلهم من قطران. الهدوم ذات مشكلة، لأن القطران له صفتين: الأولى شديد الاحتراق بيولع ذاته مع النار زيادة، والثانية سيئة الرائحة. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. مع هذا العذاب: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، ده اللي دخلهم جهنم، واحد من ثلاثة. قال: فباب لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ده ظلم ربنا ما بيغفره، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو ظلم الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه إعطاء لحق الله تعالى للمخلوقين. الليلة من الناس الواحد بتقع عليه مصيبة، عشان تعرف إنه دي المشكلة اللي الله بيعذب بها المجرمين، اللي جبنا الآيات في عذابهم دي كلها. الله بينزل عليك ابتلاء أحيانا ومصيبة، فالمؤمن يلجأ إلى الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الأنبياء بينادوا الله. الظالم والمجرم اللي بيخش جهنم لما ربنا يبتلي بابتلاء بيلجأ لغير الله، زي ما بنشوف الليلة نحن. تلقى المقابر فيها رجل، الناس بيقول لك ده كان بيحفظ الناس القرآن وكده، ومات وبنوا عليه بنيان فوق منه. الناس في الشدائد كثير منهم بدل يلجأوا لله بيلجأوا للزول البانين عليه القبة ذاك، بيرفعوا يدينهم يتضرعوا له ويسألوا من دون الله عز وجل. انت عارف ربنا ممكن يديهم، الله بيستجيب للمؤمن، وممكن يستجيب للزول ادعى القبر ده ذاته، الله يستجيب له.
ابتلاء وامتحان له كويس عشان يجي بعد شوية يقول نحن لو ما شيخنا ده مشكلتنا ما كانت حلت. دي أكبر جريمة يا أخوان، أكبر جريمة أن تعتقد في غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده لقمان الحكيم في سورة لقمان بيوعظ ولده قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تشيل حق الله تدين المخلوق ربنا ما بيقبل. عشان كده ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. القضية دي يا أخواننا قضية لا تحتمل المجاملة. عشان أنت ما تجعل فيها أنصاف حلول تقول لا لا ما مشكلة والله اللي بيقول يا الله كويس واللي بيقول يا أبوي فلان كويس. لا ما الاثنين كويسين، اللي بيقول يا الله بس ده الكويس، لأنه ده ظلم وده اللي بيدخل جهنم. فهذا الباب لا يغفره الله أبدا إلا لزول تاب منه. اثنين قال ظلم العبد غيره. انت في الدنيا دي معاك ناس عايشين معاك في الدنيا وعندهم حقوق عليك، الأم لها حق والوالد له حق والجار له حق والزميل في العمل له حق والمجتمع له عليك حقوق. الإنسان الظالم ده اللي بينتهك هذه الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس فيكم؟ المفلس ذاته الصحابة قالوا الذي لا درهم له أو لا درهم له ولا متاع. المفلس ده ما عنده قروش، قالوا له كده. قال المفلس لما يهدى من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال. عنده حسنات كثيرة لأنه صلي في الجامع ولأنه بكرم اليتامى وكده، عنده حسنات كويس. قال ولكن ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا. يجيبوا يوم القيامة ويجيبوا الناس الدارين منه والحساب بعدين بالحسنات. انت زول في الدنيا هنا دار منك قروش، أكان اديت القروش كانت حليت. المشكلة يوم القيامة ما قروش، قروش ما في، حسنات بس. فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا. شنو من حسناته يدو ده؟ الدار منه القروش يدوه، والنبذ يدوه، والاغتاب يدوه كويس، واللي انتهك عرضه يدوه يوزع له. بعدين خذ بالك حسنات صافية، دي من حسنات فيها لخبطة لا 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 لا، دي حسنات نظيفة اللي بيشيلوها دي، يشيلوا من حسناته يده يوزعه. بالله كده تخيل انت تكون راجع حسناتك ترفع لك ميزانك وتخش الجنة وانت عينك لحسناتك بوزعه فيها، هذه حسناتك بوزعه فيها يده ده. قال حتى إذا فنيت حسناته لما تكمل يؤخذ من سيئاتهم، ما بخلوك لسه يشيلوا من السيئات حقتهم. قال فتطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. ده النوع الثاني. والنوع الثالث هو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي. الناس كثير منهم ما بيهتم بامور زي دي، يقول لك يا مولانا ربك كريم وربك غفور رحيم وبعدين بنلاقي ربنا وما عندنا مشكله، اي مشكله بتتحلى. يا زول ما تتهاون، والله يوم القيامة واحدة ممكن تضيعك، واحدة بس سيئة واحدة تضيعك، وحسنة واحدة فرطت فيها تضيعك. زول تقول له احرص على الصف الأول في الصلاة، يقول لك يا مولانا هون في ناس ما قاعدين قدام ذاته، احنا ما بركة جينا وقعدنا ورا، شفت الحسنة بتاعت القدام ديل بعدين تندم عليها الواحدة دي. أو الحسنات اللي بيكسبها زول اللي جاي قدام واللي بكر إلى الصلاة، صلاة الجمعة يا أخي في أجر عظيم تتفوته ليه؟ من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. بعير بعير عديل دفتع أجر، يعني الأجر اللي بتلقاه على قدر مقياس البعير، واللي بعديه قدر البقرة، واللي بعديه قدر الكبش الخروف، واللي بعديه دجاجة، وآخر واحد بيضة.
يا اخوانا الليجا بيضة زي اللي قالوا جمال جمالي جمال عديد بعيد واحد ما واحد ما تفرط عشان تندم بعدين. فهذا ظلم العبد نفسه بالتفريط في الطاعات، وظلم العبد نفسه بارتكاب المعاصي. ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ده خازن النار بكركلهم يا مالك، قالوا بيرد عليهم بعد 1000 سنة بالله عليك الله جهنم دي لو ما فيها نار، أسألكم بالله يا عباد الله جهنم دي لو جوا نار ما فيها ذاته، ولو بس بيت مقفل، افرض بس بيت مقفل وانت بتكورك للزول الماسك الباب ده 1000 سنة، بعد 1000 سنة بيفتح لك الباب بيقول لك مالك في شنو يا اخوانا ده اللي بيقدر على امه، بعد 1000 عام يا ريت لو بيقول لهم خلاص ارجو، بعد 1000 عام برد عليهم قال انكم ماكثون قبلكم لا حول ولا قوه الا بالله، وبعد ذاك وبخهم توبيخ شديد. ليه؟ قال لهم شنو؟ قال لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. وده شو الصفه دي بتلقاها في كثير من الناس، اول ما تقول للحق بقول لك يا مولانا كده خلينا من النصوص اللي قاعد تجيبوها انتوا دي، انتوا بتجيبوها من وين ذاته؟ الاحاديث دي قاعد تجيبوها من وين؟ يا زول قاعد نجيبها نحن؟ الاحاديث دي ما مكتوبه في كتب السنه، والايات دي ما قاعده في القران اللي بتقراه ده، القران اللي بتقراه ده الايه قاعده جوا ويقراها يتعبد بيها. اول ما تجي تقول له الايه دي معناها انه ده ما بجوز وده بجوز، بقول لك يا مولانا ما تشددوا على الله، الله خلونا خلونا نعيش حياتنا ونحن لسه شباب. كويس شباب، والموت ده بيعرفك شباب. على اي حال قال لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. اللهم اجعلنا من المحبين للحق العاملين به القائمين به الى ان نلقاك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد وقوموا الى الصلاه ارحمه.